الأرض سفينتنا الفضائية، مرحبا بكم في رحلتنا حول الشمس التي تمتد عاما. خسوف القمر يحدث قبل أو بعد أسبوعين من الكسوف الشمسي. بعد كسوف الشمس يدور القمر حول الأرض، وبعد أسبوعين يصل إلى ظل الأرض ويمر من خلاله. ظل الأرض الذي يسلط على البدر يجعله هلالاً. في بلاد الإغريق لاحظ أرسطو انحناء الظل على القمر، وكان البرهان على ما كان يبحث عنه، وهو أن شيئاً ضخماً مستديراً فقط يمكنه إلقاء ظل مستدير على القمر، وأن الأرض دائرية. خلال الخسوف يتقدم ظل الأرض ويظلم القمر، لكنه في الوقت ذاته يتلون بألوان غريبة، وهذا بسبب أشعة الشمس التي تخترق الغلاف الجوي للأرض كغروب الشمس. بوسع رواد الفضاء على ظهر القمر أن يروا خلال الخسوف هذا الغروب، يعقبه بعد برهة وجيزة الشروق. البدر القادم لن يمر عبر ظل الأرض، بل سيمر فوقه بقليل. هناك خسوفان قمريان في السنة فقط، والخسوف التالي بعد 6 شهور. في 20 من مارس كانت بداية الربيع. يبدأ الربيع أحيانا في 21 من مارس وليس في 20، لماذا؟ في 20 من مارس ظهرا تصل الأرض نقطتها الربيعية، لكن نظرا لأن دورتها اليومية ليست متزامنة مع رحلتها السنوية الطويلة، فذلك ما سيحدث بعد سنة. في 20 من مارس وبالتحديد ظهرا، والأرض لما تصل نقطتها الربيعية بعد تأخرت 6 ساعات، ومن المقرر أن تصل النقطة في 6 مساء، وسيبدأ الربيع رسميا مساء في 6. في السنة القادمة سيبدأ الربيع متأخرا 6 ساعات أيضا، سيكون ذلك في منتصف الليل ما بين 20 و21 من مارس. وفي السنة الثالثة سيبدأ الربيع بعد 6 ساعات أيضا، وبذا نكون قد شرفنا على صباح 21 من مارس. وإذا ما استمر الوضع على حاله فإن بداية الربيع ستتأخر أكثر فأكثر. وفرنا بواسطة السنة الكبيسة عندما أضفنا 29 من فبراير، وبإضافة يوم إلى الشتاء أوقفنا الأرض من تغلغل الأرض يوما في الربيع. في كل 4 سنوات وفي السنة ما قبل الكبيسة يبدأ الربيع في 21 من مارس، بينما في السنوات الأخرى يكون في 20 من مارس. بدأ الربيع وقريبا يحل عيد الفصح، لكن موعد عيد الفصح يتغير كل سنة، ويتم الاحتفال ب3 شروط: في أعقاب الاعتدال الربيعي، بعيد البدر الأول من الربيع، دائما أيام الأحد. نزوات اقتران الأرض والقمر تحدد تاريخ عيد الفصح. ها هما يقبلان نحو الاعتدال الربيعي لعام 97. الأرض تجتاز الخط والشرط الأول طبق، لكن القمر لم يكتمل بعد. بعد 4 أيام يطل البدر، الشرط الثاني يطبق، لكنه يوم الاثنين بالنسبة لعيد الفصح، ونحن بحاجة ليوم أحد، لذلك سيكون عيد الفصح يوم الأحد القادم. في السنة التالية لدى تجاوز الأرض والقمر نقطة الاعتدال، والقمر بعد ما زال في الطور الأحدب، وهذا الوضع يجعل عيد الفصح متأخرا جدا. يتعين على القمر إكمال مداره قبل أن يصبح بدرا، والذي يستغرق 3 أسابيع، ولكنه يوم سبت، لذلك لن نضطر للانتظار طويلا، فاليوم التالي هو الأحد وهو عيد الفصح، دائما يوم الأحد بعد القمر البدر الأول من الربيع. عندما تظهر ساعاتنا الوقت تعطينا موقع الأرض بالنسبة للشمس. عادة عندما تعبر الشمس دائرة خط الزوال في ميدتل يكون الوقت فيها ظهرا.
تكمل الأرض دورة كاملة في 24 ساعة، وكل ساعة يواجه جزءا مختلفا من الشمس، لذا فإن الأرض مقسمة إلى 24 منطقة زمنية. الوقت ظهرا في براغ، بعد ساعة سيكون الوقت ظهرا في باريس، وبعدها بساعة سيكون في لشبونة في البرتغال. بعد ساعتين ستحل الظهيرة في البرازيل وغرينلاند، وبعد ساعتين أخريين سيكون الوقت ظهرا في نيويورك. لتسهيل الاتصالات بين البلدان المجاورة، تم توسيع المناطق الزمنية الطبيعية إلى مناطق زمنية اصطناعية. وجدت مدريد وبراغ نفسيهما في نفس المنطقة الزمنية، رغم أن المسافة بينهما 2000 كيلومتر. تمر الشمس في الظهيرة خط الزوال في براغ، حيث تشير الساعات إلى 12 وكل شيء طبيعي، لكن الشمس تستغرق قرابة ساعة للوصول إلى خط زوال باريس، وهنا لا تشير ساعات الباريسيين إلى منتصف النهار لكن إلى 1، لذلك يحتفظ الفرنسيون بتوقيت براغ. وفي نهاية الأسبوع ليلة السبت سنتحول إلى التوقيت الصيفي ونقدم ساعاتنا ساعة. ستشرق الشمس أبكر بساعة، كما لو أننا انتقلنا فجأة 1000 كيلومتر شرقا. الأرض مقسمة إلى 24 منطقة زمنية، وبينما نتحول إلى التوقيت الصيفي ندخل منطقة جيراننا الزمنية. في مناطق واسعة من أوروبا نحن مبكرون ساعة قبل الانتقال إلى التوقيت الصيفي، ولتسهيل الاتصالات بدلنا التوقيت المحلي الحقيقي مع وضع الشمس بمنطقة زمنية شرعية تطابق توقيت براغ المحلي. في مدريد وباريس وواسو تظهر الساعات التوقيت ذاته، رغم أن تلك المدن واقعة في مناطق زمنية مختلفة. ولدى انتقال ساعتنا إلى التوقيت الصيفي سنقدم جداولنا ساعة أخرى باتجاه الشرق، وسيحتفظ الإنجليز بتوقيت براغ والفرنسيون بتوقيت إسطنبول. ستقطع الشمس خط زوال إسطنبول في الظهيرة تماما، ولدى وصول الشمس فوق باريس ستكون الثانية بعد الظهر بتوقيت إسطنبول. لم تتغير حركة الأرض، والشيء الوحيد الذي تغير طريقة استخدامنا للوقت. أتعلمون بالنسبة للأول من إبريل لن تكون هناك كذبة بل مجرد خداع ضوء نجمي؟ هل كوكبة الجوزاء مجرد سراب هائل؟ ضمن النجوم البعيدة المتلألئة قد تكون هناك بعض النجوم انطفأت منذ آلاف السنين لكننا ما زلنا نراها. من جهة أخرى في خلفيتنا الكوكبية حيث يصلنا ضوء الشمس في 8 دقائق سيكون هناك لقاء سري بين الشمس وزحل في كل عام، وهو يحدث بعيدا عن الأنظار وراء الشمس لكنك ستتمكن من رؤيته هنا على شاشتك. في نهاية مارس 97 يصل مذنب هيلبوب أقرب نقطة له من الأرض، لكن من أين تأتي المذنبات؟ وأين تذهب؟ كم عددها؟ كيف تصلنا؟ ماذا يحدث لها عند اقترابها الشديد من الكواكب الهائلة؟ بالنظر إلى مذنب هالي سنرى التاريخ بالسرعة الأمامية. إذن كونوا معنا لتروا المذنبات. حتى ذلك الحين رحلة سعيدة على متن سفينة الفضاء الأرض.